أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. أعوذ، أعتصم وأستجير وألوذ برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس. قل أعوذ برب الناس مربيهم بنعمه، ملك الناس مالكهم والمتصرف فيهم، إله الناس معبودهم الحق. وهذه ثلاث صفات: الربوبية والملك والإلهية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل يا محمد اعتصموا برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس الخناس. هو ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم، وهو الغني عنه، وهو إله الناس الذي لا معبود بحق سواه. اعتصموا برب الناس ملك الناس إله الناس من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله تعالى، من شر الوسواس الخناس. الوسواس يكون اسما ويكون صفة. من شر الوسواس، الشيطان ذي الوسواس الخناس الرجاع، الذي يرجع إذا ذكر العبد ربه، فإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه فيخنس ويتراجع إذا ذكر العبد ربه، فهو وسواس خناس يبث الشر والشكوك في صدور الناس، الذي يوسوس يلقي أحاديث السوء في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس. هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر يوسوس في صدور الناس، أو يعم بني آدم والجن؟ قولان: ويكونون، أي الجن، قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا على القول الثاني، يعني إما أن يكون على ظاهره والناس هم الناس من بني آدم، أو يدخل الجن مع الإنس، وهذا هو القول الثاني، فيدخل الجن في لفظ الناس تغليبا. قال ابن جرير: قد استعمل فيهم كما في القرآن رجال من الجن، فلا بدعة في إطلاق الناس عليهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فاستعمل فيهم رجال من الجن فلا بدعة في إطلاق الناس عليه. وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس،
ثم بينهم فقال: من الجنة والناس. هذا إن كان ذلك كذلك يقوي القول الثاني من الجنة والناس. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس، فمن الشياطين من هو من الإنس، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن، بل إن شيطان الجن إذا ذكرت الله خنس، وأما شيطان الإنس فلو قرأت عليه الختمة ما ازداد إلا عتوة. فنسأل الله العصمة من هذا وهذا.